جيش شعب خاوة خاوة هي أكثر العبارات التي لطالما رددها المتظاهرون، عبارات عكست حجم التلاحم الموجود بين الشعب ومختلف الأسلاك الأمنية. كذلك إذا الشعب أبهر العالم بالسلمية والانضباط، فأجهزة الأمن أبهرت العالم كذلك بالاحترافية، الاحترافية الشديدة والأخوة المتبادلة بين أجهزة الأمن والشعب الجزائري. نعم، ربما في المظاهرات في العالم كله نجد أن المتظاهرين في جهة وأجهزة الشرطة وأجهزة الأمن في جهة أخرى، لكن في الجزائر نجد أن الشرطي بلباسه الرسمي ومع عرباته الرسمية داخل المظاهرات لحماية المظاهرات. المؤسسات الأمنية التي عملت على تأطير المسيرات بكل احترافية في 4 مسيرات مليونية أعطى فيها الشعب الجزائري درسا في الحضارة والتحضر. الوعي الوطني اللي أظهره المتظاهر الجزائري والشعب الجزائري، يعني وخاصة فئة الشباب الذي كنا يعني لا نعرفه، نحن جزائريين لا كنا لا نعرف أبناءنا ولا نعرف شبابنا، كنا نصفه يعني صفات ونعوت غير لائقة به، لكنه أبهرنا وأبهر العالم بسلميته وبنضجه وبسياسته، وعلى أساس أنه عنده فكر سياسي ونظرة سياسية لا يمتلكها السياسيون أصلاً. مسيرات سلمية للمتظاهرين صالوا وجابوا خلالها كبرى الشوارع في العاصمة بأعداد فاقت الملايين دون أي حدث يذكر بفضل التلاحم والاحترام المتبادل بين الشعب والمؤسسات الأمنية.